وللأتراك مع الشاي قصص وحكاية نراها في التقرير التالي. في تركيا الشاي ليس مجرد شراب، بل هو سميرهم في جلساتهم وعادة توارثوها عن أجدادهم، حتى أصبح ضرورة يومية ملحة لا يمكنهم الاستغناء عنها، فهو الحاضر الأبرز في الاجتماعات العائلية، وهو تعبير عن كرم الضيافة والاحتفاء بالزائرين. تختلف طرق تحضير الشاي من منطقة إلى أخرى، وهو بالنسبة لسكان منطقة البحر الأسود يعد أشبه بالفن، خاصة أن هذه المنطقة مشهورة بزراعة هذه النبتة، هذا المحصول الذي يفتخرون به والذي يقدم في المناسبات وفي أماكن العمل وفي الفضاءات العامة. هنا كغيرها من المقاهي المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، لا مانع من التسلية وإمضاء الوقت بلعبة الطاولة، ولا غنى طبعا عن شرب الشاي ذو الطابع المميز، فهو العادة التي يدمن عليها الجميع. هكذا يبدو المشهد في هذه السوق العتيقة الضاربة في القدم في منطقة وزير كوبرو في مدينة سامسون شمال تركيا، حركية لا تهدأ وعمل دؤوب. هنا يقوم عدد من الحرفيين بصناعة السماور الذي هو عبارة عن آلة تقليدية فريدة من نوعها لصنع الشاي على الفحم. مصطفى أرسوي هو أحد الحرفيين العاملين هنا، يقضي كل يوم ساعات طويلة وهو يتفنن في صنع أنواع من السماور التي يقبل عليها الأتراك بكثافة، فهي ليست مجرد حرفة يدوية فحسب بالنسبة إليه، بل هي شاهد على أدق تفاصيل حياته، وهي ترجمة لحبه لعمله ولموروثه التقليدي، فهي مهنة متوارثة عبر الأجيال. أنا فخور جدا بعملي، فأنا أمارس هذه الحرفة منذ أكثر من 30 عاما، وأنا أقوم بصناعة السماور منذ زمن بعيد، فلقد ورثت هذه الحرفة عن والدي، وأنا أفتخر بالمحافظة على هذا الإرث القديم الذي تتوارثه الأجيال، حيث تمسك أجدادنا بهذه الحرفة ونقلوها إلينا جيلا بعد جيل، ونحن نقوم بصنع السماور بأشكال مختلفة. ليست هذه المهنة مقتصرة على كبار السن فحسب، فالشباب أيضا مقبلون على تعلمها والإبداع فيها عن طريق ما تصنعه أناملهم بولع وانتباه كبيرين، نظرا للأهمية التي يحظى بها السماور مقارنة بأباريق الشاي العادية، ولما يراه الأتراك من أهمية الشاي في حياتهم اليومية ورمزيته في دعم وتوطيد أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع. إننا نحب عملنا كثيرا، فهو فن وإرث ونمط حياة، ونحن نسعد بصنع هذه الآلة التقليدية المهمة بالنسبة لكل الأتراك، فهو يستعمل في كل البيوت، لذا يتسابق الجميع إلى إهدائه في المناسبات العامة والخاصة، وهو رمز لوحدة الأسرة وعلاقتها المتينة. كما أن طريقة تحضير الشاي فيه تعد مختلفة كليا عن غيرها، حيث يغلي الماء لأكثر من مرة فيه وبدرجة حرارة أعلى من غيره، وهو ما يساهم في جعل طعم الشاي ألذ بكثير. هكذا إذن يحتفل الأتراك بالشاي، فإعداده وشربه لهما طقوس خاصة، ويعتبره الأتراك
جزءاً لا يتجزأ عن حياتهم، فهي إحدى العادات التي تأبى النسيان.